يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول قوم فرعون لفرعون وهي درك، في قول قوم فرعون لفرعون وهي درك وآلهتك، فهل لفرعون آلهة وقد قال الله عنه في آية إلهتك في قراءة إلهتك، آلهتك يعني عبادتك، المراد بها عبادتك، لأنهم يعبدون فرعون. وموسى خشوا على أن موسى يبطل عبادة الناس لفرعون، ويذرك وآلهتك أي عبادة الناس لك. نعم.